مش هستنى، لان لازم اشوفك دلوقتي حالا. يا شيناز انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ ده كله، ومش عايز اسمع اي اعذار. يا سليمان انت بتهرج ولا جرى لمخك حاجه؟ انا عندي اجتماع مهم جدا، ما اقدرش اسيب الناس وامشي كده فجاه عشان سيادتك اتخنقت وطلبت معاك تشوفني عشان تفضفض معايا بكلمتين. انا اهم من كل الناس اللي عندك دي، انا جوزك يا هانم، جوزك يعني رقم واحد في حياتك، والطلب اللي انا اطلبه منك يتحرق قدامه الشغل والفلوس والاجتماعات والدنيا كلها. يا ربي افهم يا سليمان، اهدى واسمعني لو سمحت. انا ينفع ادخل عليك العمليات واقول لك سيب اللي في ايدك عشان انا زهقانه وعايزه اتكلم معاك شويه؟ لا يا سليمان، الاتنين زي بعض ومفيش اي فرق. ده شغل متوقف عليه حياة بني ادم، وده شغل متوقف عليه مستقبلنا كلنا. ما دي بقى المفاجأة يا حبيبي، نجاح مذهل. ارجع انت بس البيت وانا لما هاجي هفهمك كل حاجة. بيت ايه يا شاهيناز؟ بيت ايه؟ هي صراحة رجال الاعمال اللي احنا عايشين فيها دي بتسميها بيت؟ يا شاهيناز حرام عليكي بقى، يا شيناز حسي بيا، أرجوكي حني عليا وعلى بنتك، واديني فرصة ولو يوم واحد أخدكم في حضني وأضلل عليكم وأستطعم معاكم الدنيا زي أي راجل خلقه ربنا. يا شيناز حرام عليكي، حسي بيا أنا بضيع منك، بضيع يا شيناز، وبترجاكي إنك تلحقيني. فين يا ماما؟ حرام عليك يا ماما، يا ماما، يا ماما. ما ينفعش، ما ينفعش ابدا أي واحد عادي يتعامل مع الوضع اللي حضرتك كنت فيه ده. لازم يكون واحد فاهم قوي ومهاراته في الجراحة مش طبيعية. ساعة واحدة بس شفتك فيها زلزلتني، قلبت كياني كتير عليا بعدها ان انا ادور عليكي علشان اديلك ورده بسيطه اقولك متشكر، اعترف بجميلك عليا اقولك الحمد لله على السلامه. يا ملك، علي جرالك، مش ممكن، مش ممكن، مش قادرة أصدق، مش قادرة، مستحيل تكون دي الحقيقة. لا إيه يا بنتي؟ يا ماما الحقيني. مالك يا حبيبتي؟ مين اللي جاب الخاتم ده مع الحاجة اللي كانت في الشاليه؟ أنا بعت أيام الشغالة تلم الحاجة كلها ولقيته مرمي في الأرض جنب السفرة. هو مش بتاعك؟ لا يا ماما لا، هو أنا عمري لبست حاجة ذوقها كده؟ ده أنا حتى شفته بالصدفة، تصورت إنه وقع من إيد هيام أو أي حد من اللي دخلوا عليا الشاليه بعد الحادثة، لكن ده بالذات ما جاش على بالي أبدا. هو مين ده اللي ما جاش على بالك؟ وإيه حكاية الخاتم ده؟ أنا مبقتش فاهمة حاجة خالص. الهاتف الذي طلبته غير متاح، يمكنك إرسال رسالة صوتية بصوتك. لا لا، افتح تليفونك، لازم نتكلم دلوقتي حالا. طبعا عاد، بس انا مش مصدق وداني، وحياه النبي ما مصدق وداني. ليك في الدلع ده يا دكتور. يا دلع يا دلع، جديده دي،
بس انا يعني ما لحقتش عليك اللون ده خالص. انت هتعمل لي فيها قرصين لوبين انت كمان. مين اسفين ده؟ اسفين؟ لا ده واحد كان بيملى ميه عندنا زمان. ما تخلص يا شوي. من هنايا الاثنين، العين دي قبل العين دي. قول لي بس طلبك ايه؟ اجيب لك حاجه فوق النمره واحد. عايزها ايه بقى؟ عايزها ايه؟ عايزها بيضة ونخشة وليها كده في الشقاوة والدلع. من الآخر يا شوقي مش عايزها تبقى بروطة تزودني قرف. الدنيا مش ناقصة كآبة. موجودة عندي، هادية رايقة ما بتسيحش وزي القمر كمان. طيب يلا يلا زق عجلك يا عم شوقي، على انا مروح البيت واخد لي حمام واحضر لها عشوة حلوة الاقيك بتخبط عليا الباب وهي معاك. ده عايزها لله دي؟ ايوه. امال بكره؟ لا شوقي بقول لك ايه، احنا اصحاب من يجي 100 سنه وانت عارفني كويس قوي. انا مزاجي عمره قصير جدا، لو هفت على دماغي حاجه وما خدتهاش في ساعتها الله في سمايا مطلوبها تاني لحد ما اموت. امتى بقى؟ ده فنجان شاي يا نوجة. وانا بقول لك يا بنتي اعملي حاله محشي. خفي شويه يا نجوى، حياة أبوك أنا منمتش من الصبح ومش قادرة أصله بطولي. طيب طيب يلا سلام. شفتي يا رندا؟ شفتي الواطية داليا عملت إيه؟ أنا لا بشوف ولا بسمع ولا قادرة أعمل حاجة أصلا. يا ستي دي دخلت على الدكتورة ميرفت خلتها غيرت جدول الطوارئ بحجة إن يعني. استني استني يا سيد. إيه في إيه؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير. هو معلش بس انا تعبانه شويه ومش مركزه. هو حضرتك الاستاذه؟ ايوه انا ملك يونس. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. دي المستشفى نورت. ايه النور ده كله يا ست الكل؟ والله والله العظيم احلى في الحقيقه من التلفزيون بكتير قوي. ربنا يخليك، انتوا بنات زي العسل. واضح ان دكتور سليمان بيعرف يختار الناس اللي معاه كويس قوي، وواضح كمان اللي لقيت اللي هيقدر يساعدنا. امور يا فندم. انا عايزه دكتور سليمان ضروري جدا، عندي حاله ما بتستناش للصبح وبتصل بيه تليفونه مقفول باستمرار. والله الدكتور خلص العمليات ومشي من بدري. طب ما احنا ممكن نتصل بالدكتور في البيت او نكلم الدكتوره شهيناس. لا 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 استني استني، ما هو انا اصل الحكايه معقده شويه يا بنات ومش عارفه. ما تكمليش يا استاذ، انا فهمت كل حاجه. فهمتي ايه؟ فهمت ان حضرتك مش عايز تحتكي بدكتوره شهيناس تحديدا، يعني بعد الموضوع اللي اتنشر في الجرايد. الله عليكي، انتي اسمك ايه بقى؟ رندا. انتي مش عارفه وفرتي عليا قد ايه يا رندا، ويا ريت كمان تقدروا موقفي. دي الحاله بتموت قدام عيني وما بتستحملش تصفيه حسابات. هي دي عايزه كلام؟ ما تقلقيش يا استاذه، انا هجيبهولك من تحت تقطيع الارض. ثانيه واحده. ايوه يا عزت، ازيك؟ ايه مش وقت رغي يا ابني دلوقتي. قولي بس، هو دكتور سليمان جنبك؟ طب ما تعرفش نلاقيه فين؟ نعم. طب اقفل دلوقتي، اقفل بقى. حصل ايه؟ ده السواق، قلت يمكن نلاقيه معايا. لقيته مستني دكتورة شهناس في فندق في وسط البلد. والحل ايه بقى؟ الشقة اللي قلبت دماغنا عليه يا ست هانم. بس خلاص اهي كده اتحلت. يخرب عقلك، ده انت كده في وقتك بالملي. جرى ايه مفوفه انت وهي وانا جايبه لكم مخدرات؟ ده شاي. اهي نجوى السوسه دي بقى يا استاذه، دي المفتاح السري بتاع الدكتور سليمان. ايوه اهلا. يا سلام، شوية فوسفور إنما إيه؟ هتحلفي بيهم العمر كله. نياه. يلا يا سوزي. سوزي يلا يا حبيبتي. يلا تعالي. لا ما هو انسي خالص إن أكلة زي دي تتاكل في أوضة النوم أو على السرير، ده مش نظامي. يلا يا سوزي بلاش دلع. سوزي وبعدين يلا يا ماما.
ايوه بس بقى يا استاذه اركني هنا على جنب. ايوه بس عندك وانت متاكده ان دكتور سليمان ساكن هنا فعلا؟ ساكن ايه يا استاذ؟ دي حتته والبيت اللي اتولد فيه. دكتور سليمان عنده هنا عياده ومستوصف. طب عارفه الفحت اللي احنا عدينا عليه من شويه؟ هو اللي جاب البلديه تفحته عشان تصلح المجال. طب خليكوا انتوا هنا، انا هطلع بسرعه وهستاذن دكتور سليمان يجي معايا يعالج الحاله. تمام براحتك. جمبري مش طبيعي بجد، مش طبيعي. الواد حسني عمره ما عمله بالطعامة دي، تقريبا تقديرا منه لليلة الجميلة دي. عاوزك تدوقي بس مش بحب المجاملات. وإيه رأيك بصراحة؟ إيه يا قمر؟ الأكل عمل دماغ عالية قوي طبعا، صح؟ طيب بذمتك يا شيخة الأكلة دي مش أشيك وأروش 100 مرة من الأكل الناشف اللي كان عمك شوقي عايزني أجيبه لك؟ يلا مع نفسك أنت بقى، كملي أكل لغاية أنا ما أعمل لي كوباية شاي وجايلك تاني يا سوزي. يا سوزي أيوة كيمو. طيب سوزي بعد اذنك بقى تفتحي انت الباب لكيمو ولا اقول لك بلاش؟ انت لسه ما غسلتيش ايدك. حاضر يا سي كيمو. ملك جيتي هنا ازاي؟ الخاتم ده بتاعك؟ ايوه. يعني انت حرام عليك، والله العظيم حرام عليك. ليه كده؟ ليه عملت فيا كده؟ انت اللي دخلت عليا الشاليه وطلعت الرصاصة من جسمي. انت اللي انقذتني من الموت يا دكتور. طب ليه؟ ليه ما قلتش كده من أول مرة شفتك فيها؟ هو أنت تديني فرصة أنطق بكلمة واحدة؟ اضربني، لجمني، اصرخ في وشي وعلي صوتك على صوتي، لكن ما تسيبنيش، ما تسيبنيش. أجرح الإنسان الوحيد اللي دواني وهين وأدوس على كرامته واحدة بس يا دكتور، كلمة واحدة تقولها في نص دقيقة وترحمني بيها من الورطة الفظيعة دي. ما قدرتش. ليه ما قدرتش؟ مستهون بحجم اللي عملته معايا، مش شايف انه حاجة عادية وما بتستاهلش الكلام؟ انت مش عارف انا دورت عليك قد ايه، عملت ايه عشان الاقيك؟ ما تقوليش انك مش عارف، لانك شفتني في حلقه عبير وجيت لحد عندي في القناه وجبت لي بوكيه ورد وكارت تهنئه من غير مبرر ولا سابق معرفه، وجيت لحد عندي برضو في مستشفى الوفاء وبرضو ما اتكلمتش. اتكلم اقول ايه؟
ابتسم لك ابتسامه صفرة مليانه سخريه واستخفاف واقول لك مش عيب برضو يا استاذه، مش عيب انك تشتمي الفارس المجهول اللي انقذ حياتك وتتهميه بالفجر والفساد؟ ايه اشتري يعني ودك واحترامك ليا بالعافيه بلاوي الدراع؟ استغل اللي عملته معاكي علشان امن عليكي وعايرك بيه؟ لا 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 انا عمري ما كنت هحسها كده ابدا. يا سلام، انت ترجمتي اول زياره عملتها لك باسوأ المعاني، مكر ودحلبه وخبص اجرامي واستغلال الفرص والمناسبات. في 5 دقايق عملتي مني شطام بس لابس هدوم بني ادم. كنت عايزين اقول ايه؟ ايه معنى اي كلام يتقال في العصية دي؟ قولي. يعني انت كنت جاي تقولي الحقيقة فعلا؟ كنت عايز اريحك وابرد قلبك من الحيرة اللي جواه. كنت عايز ارد لك حقك اللي طلبتيه مني وشاهدت عليه الناس كلها. وحقك انت عليا؟ هان عليك تضحي بيه للدرجاتي؟ حقي ايه؟ هو انا اتبرعت لك بكليه؟ اي انسان طبيعي في موقفي كان هيعمل كده وزياده كمان. دلوقتي انت لو شفت واحد رجله مكسوره في الشارع هتعمل ايه؟ هتسيبيه ولا هتسنديه على كتفك لاقرب مستشفى؟ انا بصراحه مش شايف اي بطوله في اللي عملته. انا لا 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 انا حاسه ان دماغي هتنفجر. على فكره انت مش طبيعي. وبعدين بقى في الست المجنونة دي؟ أنا برضو اللي مجنونة؟ تصدق فعلا؟ أنا اللي عملت عملية جراحية في منتهى الخطورة على ترابيزة سفرة، وأنا اللي طلعت الرصاصة من جسم واحدة ست ملقط حريمي وطلبت لها الإسعاف وروحت البيت ونمت ونسيت الفيلم ده كله، وبعدين افتكرته بعد 5 أيام لما شفتها في التلفزيون وصعبت عليا وقلت يا عيني دي بتدور عليا، أروح بقى أجيب لها بوكيه ورد وأحكي لها على اللي حصل. ماشي ماشي أنا معاكي إنها مفارقة غريبة بس دي بس اللي غريبة؟ ده أنت كلك عجب وغرابة ومليون علامة استفهام. إيه إيه ده؟ يعني إيه الشقة دي؟ يعني إيه جراح كبير زيك يسيب فيلته الشيك ويجي يقعد في شقة شعبي في بيت قديم في حارة من حواري السيدة بيركن عربيته فيها بطلوع الروح؟ يعني إيه لما سليمان العيريني لما يختفي فجأة محدش يعرف يجيبه غير بنت شغالة في بوفيه المستشفى، وعلشان توصله بسرعة بتتصل بصبي القهوة اللي بيقعد فيها وبيلعب طاولة؟ ايه الغاز دي كلها؟ ومين دي؟ دي سوزي. يا سلام، ومش حرام عليك تعذب سوزي كمان دي معاك؟ تجيبها من الفيلا وتفرد عليها العيشه اللي انت عايشها دي؟ لا لو سمحتي انا ما جبتهاش من الفيلا، انا لسه مشتريها من شويه من سباك في المنيره، بس سباك كده. سباك؟ دكتور سليمان ممكن اشوف كارنيه النقابه بتاعك؟ انت بتضحك على ايه؟ انا بتكلم بجد. لا هو مفيش اي حاجه، طبعا ده حقك وكل حاجه، بس انا اصلي دلوقتي افتكرت كلمتين كانوا مكتوبين على ظهر التوك توك في امبابه بس عجبوني قوي. اه والله؟ والتوك توك بتاعك بيقول ايه بقى؟ ضحكني معاك. رفع حاجبها ولا حدش عاجبها. شفتي لذيذه ازاي؟ انا تعبت 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 قوي. عمري ما حد في حياتي ضغط عليا واجهدني وحيرني زيك كده. انا نفسي اعرف انت مين؟ مش عارف بجد، مش عارف. سؤال صعب أوي، يمكن علشان عمري ما فكرت أسأله لنفسي، ويمكن علشان عينيكي بتربكني. عينيكي فيها لمعة غريبة أوي يا ملك، عاملة زي نور الشمس مقدرش أبصله كتير، مقدرش استغنى عنه. انا اقصد انك تكلمني عن نفسك. اكلمك ازاي عن نفسي وانا تايه فيكي انتي؟ اجيب منين جرأة
علشان اشرح لك حياتي وشخصيتي وافك لك الالغاز اللي محيراكي فيا، وانا بحسس على كل كلمه انطقها قدامك. اي طريق بيوصلني ليكي بمشي على طراطيف صوابعي، مقدرش اخاطر بالمجازفه دي لاني حريص قوي قوي على الخيط الضعيف اللي ربطني بيكي. مقدرش يا ملك، مقدرش. ثانية احنا ازاي قاعدين لوحدنا في الشقة لحد دلوقتي؟ مش ممكن، ده احنا كده داخلين على الفجر. مش بعيد انه السكان الحتة واقفين تحت البيت وماسكين المشاعل وبيقولوا البتاعة دي اللي اسمها جواز عتريس من فؤادة. لا 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 مش دي، انت قصدك الغازية لازم تنزل. ايوه بالظبط، الغازية لازم تنزل. مش ممكن، مين اللي قفل الباب كده؟ على فكره حضرتك كان لازم تراعي حساسيه موقفي، انت مش قاعد مع واحد صاحبك. طب والله العظيم ثلاثة، انت ست مجنون. انا مش انت اللي قافله الباب ده اول ما دخلتي بايدك؟ ثم احنا مش لوحدنا، احنا معانا سوزي. فعلا انا اللي قفلته. طب يلا اقلع هدومك. نعم. سوري يعني غير هدومك. ايوه فاهم فاهم. ليه بقى؟ عشان الست نوجة والأخ كيمو عارفين إن أنا جاية أخد حضرتك لإنقاذ حالة خطيرة بين الحياة والموت. أنزل دلوقتي لوحدي أقول لهم إيه؟ دكتور سليمان عالج الحالة بالتليفون؟ إيه؟ أنت قلت إيه دلوقتي يا خلف؟ أنت متأكد يا خلف ولا بتنقل كلمتين سمعتهم على القهوة؟ وما خدتش رقم العربية دي؟ طب اقفل اقفل دلوقتي يا خلف. بقولك ايه، انت ما تنامش الليله دي وعينيك تفضل مفتحه على المكان، ولو شفته راجع البيت تكلمني فورا، فاهم؟ الله يخرب بيتك يا سليمان، انت بتعمل ايه بالظبط؟ كمان اقفل السيف. بصي لي كده ليه؟ بصي في ورقتك. انت ليه صممت تسوق عربيتي؟ عرق فلاحي بقى بعيد عنك. من بره لندن وبرلين ومن جوه فوة والسم باللوي. ما اعرفش اركب جنب واحدة ست بتسوق. ما اعرفش اولع لواحده ست سكاره. ما اعرفش اشتغل عند واحده ست سكرتير او مدير اعمال. ده انت عنصري بقى. لا لا لا، عنصري ايه؟ اعوذ بالله، مش عنصري خالص. انا بس فيا حته رجعيه ومتخلفه مش اكتر. والله اذا كان عاجبك مش عاجبك اركن دلوقتي وتفضلي حضرتك شوفي لك توصيله تانية. ده النظام في عربيتي بصراحه. لا لا على ايه؟ قلبك ابيض. بس اسمح لي، يعني السياسة اللي انت واخدها مع المدام بتاعتك ما تديش المعنى ده خالص. لا دي بزازة. نعم. دلوقتي لما يبقى في عيل صغير شبطان في حاجة لا بتفيد ولا بتضر، بتعملي ايه؟ مش بتسيبيها له وتريحي دماغك من الوش؟ اكيد. اهو ده بالظبط اللي انا بعمله مع مراتي. لقيتها شبطانة قوي في الادارة والمظاهر والفلوس والهمبكة الفارغة دي، فقلت اسيبها لها واريح دماغي من وش العيال. منطق برضو. هي ما كانتش كده زمان، كانت هاديه واميره كده.
بس واضح ان الحاجات دي فعلا بتغير النفوس. احنا هناخد اول يمين تاني بيت على طول. سلامة. الله يسلمك. كده الحساب كله 187 في 87 سواقة وحراسة ليلية و100 جنيه علشان الجراحة الطياري. وكل سنة وانت طيبة بقى. هو أنا ممكن أشكرك إزاي؟ أصل اللي عملته معايا عدى كل حدود الشكر والعرفان بالجميل، وأكبر بكتير قوي من أنه يتوصف أو يتقدر أو يتردلك بأي شكل. خلي بالك من نفسك يا ملك، قصدي يا أستاذة ملك. ملك، خلي بالك من نفسك، البلد ما بقتش أمان زي الأول. الجوع والبلطجة والغدر سرحوا فيها مرة واحدة زي الفيروس لما بيسرح في جسم جميل وعافي ويوم ورا يوم يهد كيانه ويشوه جماله. تصبح على خير. أكتر من كده. والسلام عليكم. مش ممكن سليمان العريني. يا خراب يا ملك، الراجل اللي شايلاه على دماغك سنة وعمالة تقطعي في لحمه وتشككي الناس في شغله وفي سمعته. يا ماما أرجوك ما تزوديش عليا اللي أنا فيه دلوقتي، لسه واخد الصدمة في وشي ومش عارفة هفوق منها ازاي. لا لازم تفوق يا ملك، لازم تفهمي الرسالة اللي ربنا بعتها لك من الصدفة الغريبة دي. فتحي عينك واقري الرسالة كويس قوي. ربنا بيقول لك فوق يا ملك، إن بعد الظن إثم. مش كل اللي تسمعي عنه حاجة وحشة يبقى شيطان. غريب يا ماما، غريب لدرجة تطير العقل. شكله وكلامه ولبسه ودنيته والناس اللي بيقعد معاهم والطيبة العجيبة اللي في قلبه والغموض اللي في عينيه. مش هو ده يا ماما؟ مش هو ده الشخص اللي أنا كنت قصدها من التحقيق بتاعي؟ ده راجل أجمل وأبسط وأرق من الوحش اللي أنا كنت رسماه في خيالي. بس أنا ممكن أصدق إن في رسالة قدرية من اللي بيحصل لي ده يا ماما؟ في حاجة جوايا في قلبي بتقولي إن مش أنا الشخص المقصودة من الرسالة دي. أمال مين يا ملك؟ وعيش الروح ملوشا لكن عيش. صباحية مباركة يا عريس. صباحية؟ صباحتي؟ لا والله سيادتك مش عارف صباحية ايه يا دكتور؟ ليه ان شاء الله؟ هي الأمورة ما بسطتكش ولا ما جاتش على هواك؟ ايه اللي بتقوليه ده يا شاه؟ بقول انك خاين خبيث. أول مرة أكشف الوش البريء اللي خدعتني بيه 22 سنة جواز. أنت تعمل معايا أنا كده يا سليمان؟
ليه؟ عشان مرة واحدة احتجتني فيها وما لقيتنيش تقوم تروح تعجر بنت صايعة من الشارع وتوديها شقة السيدة عشان تدلعك وتبسطك؟ بس 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 ايه يا شيناز؟ انت ايه اللي فاهماه بالظبط؟ ثم مين قالك ان كان في واحده ست اصلا؟ احنا مش في مين قال لي ومين ما قاليش. ناقص كمان تقولي ان انا بقتحم خصوصياتك وبتجسس عليك. يا شاينز شاينز بالراحه حبيبتي، انت عارفه كويس قوي انه مش انا اللي اتقال الكلام ده. يا شاينز انت عارفاني كويس، انت عمرك ما شفتيني ببص على اي واحده ست حتى في التلفزيون، لدرجه ان انا كنت بحسد الرجاله على غيره الستات بتاعتهم، لان عمري ما دقت منك شعور زي ده. بس الحمد لله هو ربنا رزقني بيه أخيرا وعرفت قد إيه هو. شيل إيدك لو سمحت. الله الله الله، مش هينزل أنت واخدة الموضوع جد بقى؟ هي الخيانة في هزار يا دكتور؟ خيانة إيه بس؟ يا شاينز فهمي، دي واحدة ست من المنيرة وجوزها جاله ذبحة، فالناس دلتها على شقة السيدة فجت. واضح إن أنا كمان النهاردة هكتشف مواهب جديدة عند الدكتور سليمان العاقل المحترم، يعني مش بس مراهق ومتصابي وبتاع ستات، لا وكذاب علي كمان. شيناز ده كلام، انا كذاب برضو؟ ايوه كذاب. تقدر تنكر ان الهانم اللي جات لك بالليل كانت بالطلب ديليفري ومن طرف شوقي السباك؟ شوقي السباك؟ ده انا بتراقب صوت وصورة بقى. طلعني يا سليمان. يطلقك ده ايه؟ انت جرى لعقلك حاجه يا شاهي؟ انا اللي جرى لعقلي ولا الافندي اللي رايح يراهق وهو داخل على الخمسين وجاي بروستيتوت يقضي معاها ليله حمراء؟ تضحكي عليا كمان. اسفه اسفه يا شاهي، بس اصل اول مره اشوفك بتغيري على جوزك. هتعملي زيه انت كمان. كاميليا انت عارفه كويس قوي ان انا عمري ما حبيت سليمان عشان اغير عليه. امال عامله الثوره دي كلها على ايه؟ على كرامتي، على سنين عمري اللي ضاعت وانا مستحمله قرفه وجنونه وهمجيته عشان احافظ على بيتي وعلى مستقبل بنتي، وفي الاخر يدوس على كياني وشخصيتي ويساويني بواحده كلبه صايعه بتتاجر بالفلوس. كل ده من وجهه نظرك ما يساويش اني اصور واقلب الدنيا واطلب الطلاق؟ لا طبعا يساوي ونص كمان. طبيعي جدا انك في الموقف ده تطلبي الطلاق، لكن اللي مش طبيعي بقى انك تبقي قصده فعلا ومصر عليه. يعني ايه؟ يعني التهديد بالطلاق لازم يفضل في حدود التهديد يا شاهي، مش نتغشم بقى ونسوق فيها وندخلها حدود الجد والتنفيذ. الست العاقله بس هي اللي تقدر تحافظ على المعادله دي، وانتي طبعا اذكى من ان اي حد يتدخل وينبهك بمدى الخساره اللي هتحصل لو انفصلتي انتي وسليمان علشان سبب تافه زي ده. جوزك مجنون يا شاهي، وانتي دايما ضغط عليه وحرماه من مشاعر واحاسيس من حقه ان يحس بيها، يعني ممكن في لحظه انفجار زي اللي انتي عاملاها دي يهد المعبد كله ويقول بركه يا جامع. طب وحرقه الدم اللي انا فيها دي يا كاميليا؟ تتعالج تتعالج يا حبيبتي، بس مفيش داعي تفضلي تفكري نفسك بيها وتروحي مكتبه وتنكشي على اي دليل يثبت لك ان هو فلاتي وبتاع ستات. بسطيها على نفسك يا شوشو واعتبريها نزوه خايبه وعدت. طب ما انا ياما مسكت على جوزي رسايل ومكالمات ومواعيد غراميه. اكبر دماغي ولا هد الدنيا واضيع نفسي وادي فرصه لواحده غيري تاخده مني وتضيع اللي فات واللي جاي؟ يخرب عقلك يا كاميليا، انت لفتي نظري لحاجه في منتهى الخطوره. حاجه ايه؟ الانتخابات. ده الحزب استبعد اخويا ودخلني مكانه عشان عنده محضر خايب كده واكيد هيتحفظ. امال انا بقى لو المشكله اتطورت بيني وبين جوزي وعملها المجنون فعلا وطلعني تبقى كارثه. كارثه يا دكتوره، حتى لو صالحته بعدها بيوم كفايه انه خبر زي ده يتسرب ويبقى خبر الموسم. سليمان العريني يطلق زوجته بعد ما اكتشفت خيانته الزوجيه، وتضيع من ايدك فرصه ما تتعوضش. يا
نهار اسود، ده انا اروح فيه؟ ولا بقى الفرصه اللي جايباني النهارده اللي لازم عشانها تصفي كل الخلافات اللي بينك وبين سليمان مهما كانت تم. فرصه ايه؟ عريس، عريس يا شوشو، ما اقدرش اقول لك عليه، ملهوش حل. اول ما شاف صوره بنتك عقله طار من دماغه. شهد،